صباح الخير مشاهدينا، يوم جديد وحلقة جديدة من صباح العربية، وواضح انه انا صوتي ما رح يجملها اليوم. لا ان شاء الله تكملي، يعني اشربي، لا انت عندك اشربي شاي من عندي احسن. اشربي الصوت بدأ يروح انتهى. على العموم صباحكم الله بالخير مشاهدينا، حلقتنا فيها العديد من المواضيع، هذه ابرزها. وأيضا من عالم الموضة، أثواب خليجية مستوحاة من الثقافة الفرنسية والصينية تحت اسم إندوشن، جديد المصمم السعودي حاتم عقيل. ونبدأ ساعتنا الثانية مع المصمم السعودي حاتم عقيل، والذي يواصل ابتكاراته في عالم الأزياء التي تتمحور بمعظمها حول الثوب الخليجي. مجموعته الجديدة أطلق عليها اسم إندوشين، وتضمنت أثوابا مستوحاة من الثقافتين الفرنسية والصينية، عرضها حاتم في لندن. للحديث عن جديده ينضم الينا في الاستوديو المصمم السعودي حاتم عقيل. صباح الخير يا حاتم. نور. الحمد لله على السلامه. الله طبعا نورتنا في الاستوديو. خلينا في البدايه، يعني انه كيف اثواب مستوحاه من الثقافه الفرنسيه والصينيه، يعني شو هي العوامل او الـ 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 يعني انت اخذت لمسات اكيد صح. منها طبعا انا في دائما بنزل للسينما، السينما دائما تكون نوع من الانسبريشن ليا في اي شيء بسويه. في فيلم مره عجبني اسمه اندوشي مع كاتكين دونوف، في وقتها طبعا ستالون كان انفلونس يعني. بالنسبه لي انا كان يعني من افضل الافلام ليا، فقلت ليه ما اعمل نوع من المزج بين الايجن وفرنش سوفيستيكيشن. فهي دي الفكره، يكون في الكيمونو ستايل، تشاينيز ستايل، زي مثلا الثوب اللي لابسه محمد، ايوه، في تاي تحته، ونفس الوقت عندك الكيمونو ستايل اللي هو التشاينيز كونسبت. بس وين الفرنسي؟ وين اللمسه الفرنسيه في عندك التاي والتوكسيدو وال اها ستان لوران وقتها دائما كان بيعمل التوكسيدو اللي هو ريكونستراكشن للتوكسيدو. جميل. ايوه عشان كده عمل ميرج بينهم. طبعا هو باين كانه هو مثلا لابس قطعتين ممكن، بس هي طبعا كلها قطعه واحده. طب اذا تشرح لنا بس الفكره من حقه، يعني كلمه اندوشين، لما نقول اندوشين يمكن في كثير ناس ما حيفهموها، فاذا بس تشرح الفكره. اندوشين اسم الفيلم اللي تعامل مع كاتكين دونوف، فيلم كان في وقت لما احتلوا على فيتنام و تشاينا فرنسا احتلوها، ومن فيلم جدا مشهور. هي الكلمه ممكن مزج لانديا وتشاينا، الهند والصين يعني، فاللي هي واضح التاثير هنا. طب وانت توبك يا حاتم، اذا كمان تاخذوا الكاميرا على بال ما الموديل يمكن يغير كمان التوب، اذا تحكي لنا عن توبك انت. يعني في سمبل ديتيل، ايوه، باتنز، كنت ابغى ادي الفكره كمان. كان في وقتها كان في نيفي كونسيبت، فزي كان نيفي جاكيت، ايوه، نيفي بلو، والباتنز بتكون عليها كده زي النيفي فيل، ايوه، هي دي الفكره، انه كده علامه البحريه. يعني اكزاكتلي، ففي مارين، وحتى انت يعني خليت نفس اللون كمان، انه يعني اللون الازرق اللي هو اللون البحر او الكروز كولكشن عاده اللي هي تكون. بالضبط. حب الازرق انت بشكل عام؟ حب ازرق، حب الغوامق في الشتاء خصوصا. طبعا وينتر كولكشن اللي ممكن يكون اكثر على وينتر. الفكره هي انه يكون الالوان بتكون كلها جايه مع بعضها. حاتم، انت اجمالا اغلب لمساتك او التغييرات في الثوب بتكون طبعا هنا وفي الاكمام، هل يعني انت حافظت على نفس النسق في الكولكشن الجديده؟ طبعا عملنا ريفايفل للثوب اللي بالتاي، طبعا هذا فاشن شو، فالواحد دائما يحب انه يكون في اشياء تكون شويه سيجنتشر كولكشن اللي بسويها. وفي نفس الوقت في الباتنز اللي سويناها دحين حتشوفوها، الباتنز عاملينها مع الفتحات كده، ونحاول يعني مهما كان يعني فاشن شو بيكون فاشن شو، الواحد يبغى يوري شيء يكون مميز يكون مختلف، غير من الاشياء اللي تكون موجوده في المحل. الاشياء موجوده في المحل بتكون كلاسيك اكثر بسيطه. ايوه. طيب على بال ما دحين نشوف الثوب الثاني، خلينا نتكلم معك عن فوزك بجائزه من مجله اسكواير كاحسن مصمم ريجنال، يعني ديزاينر اعتبروك، اذا تحكي لنا عن هذه، طبعا مبروك، وتحكي لنا عن هذه الجائزه وكيف جاءت. والله هذا شرف كبير ما كنت متوقعه، بس مجله اسكواير بالنسبه لي من احسن المجلات. اول ما بدات اعمل كولكشن قمصان، يمكن هذه ثاني كولكشن اسويها، الحمد لله جات لي الريكوجنيشن هذه، ما كنت اتوقع انه الشيء هذا حيحصل، بس الحمد لله الواحد انه يقدر يطلع من الكومفورت زون حقه، مش بس كتوب ديزاينر، ممكن يطلع كمان ديزاينر عامه، يعني ايوه، ريدي تو وير، رجالي، قمصان. فهو هي هذه الفكره، انه
كل مصمم يتمنى انه يعني يطلع من الكومفورت زون حقته ويبوش اللي هي المنطقه اللي هو مرتاح فيها ويتحدى نفسه اكثر بالزبط. يعني طيب احنا بنشوف الموديل رجع محمد، خلينا نشوف شو اللي بيميز هالثوب. كمان نفس الفكره انه الياقه يمكن الشغل عليها اكثر هالمره، دبل كولر كونسبت، طبعا في الموتيف اللي هو التشاينيز كونسبت معاه، والتطريز طبعا في ارابيسك، طبعا العربي هذا دائما يعني ولازم يكون موجود في الكونسبت حقي، عربي امبرويدري. ايه احنا شايفينه الان، يمكن عملوا زوم الشباب، لون ممكن تقولي شتوي اكثر. ايوه مره حلو هذا يا حاتم، حبيت اسود من جوا دبل كولر، وبعدين التطريز الارابيسك. ايوه في شيء معين مكتوب ولا؟ انا ما احب انه يكون في شيء معين مكتوب. أيوة. عشان اللي يكون ليميتلس. اصلا استهلكت شويه يعني الحكايه هذه انه حطوا كذا انه كذا جمله ولا مثل، استهلكت احس يعني يكون له هيز اون كونسبت. ايوه كثير هذا حلو ما شاء الله. شكرا عجبني. طيب هذه طبعا انت يعني مثلا كل توب بتخلي له لون معين هذا هو، ولا اللي بتعمله من كذا لون منه؟ يعني هذا انت مخليه شتوي اكثر، هل مثلا ممكن نلاقي منه مثلا ابيض مثلا او ازرق فاتح؟ اكيد هذا بيجي مع اسود وبيجي مع ابيض، عن طبعا فكره التفصيل اللي هو الكور ماركت اللي مسويها بيكون تفصيل، ممكن يجي في الوان معينه اقمشه معينه، وفي اللي هو الريدي تو وير الجاهز اللي بيبيعه في ساكس، فعلى حسب الكولكشن. بس طبعا بحكي كشتوي الجريز والالوان اللي هي حقت الشتاء. ايوه حتى خلينا احنا بدينا كمان نشوف بعض الصور لين ما يجهز محمد مره ثانيه، شو اللي بيميز يعني بعض الصور اللي بنشوفها؟ يعني يمكن في الصوره مبين شكل التكسيدو اكثر. صح في الصور يعني هذا دبل كولر كونسبت من تحت، يعني توب عادي. هذا ممكن تقولي كاجوال اكثر. بس هل هو ثوبين ولا كمان مخيطين كثوب واحد؟ هو ثوب واحد بس شكله زي كانه ثوبين من تحت. أوكي. بس الحته هذه اللي قدام هذه ممكن تقولي السيجنتشر كونسبت حق ثوبي دبل كولر كاجوال اكثر. في كمان اشياء ثانيه عملناها هنا، يمكن الصور ما يمكن ما جابوها، بس في كمان كلاسيك ابغى طبعا الناس تعرف انه توبي شيء على الموضه، بس في كمان عندنا اللي موجود في المحلات يكون مختلف تماما عن الاشياء اللي بنوريها في الفاشن شو. ايوه اشياء عمليه، اشياء كلاسيكيه بسيطه ما يكون عليها شغل كثير، زي مثلا هذول الحين اللي جايين اللي حتشوفيهم. ايوه يعني دخل محمد. ايوه بالضبط، هي قريبه من يا اللي بنعرض. نفس ال ايوه في تناسق وتناغم. بالضبط، ففي كمان اشياء عمليه، اشياء لرجال الاعمال تتلبس كل يوم في المكتب. ايوه هي شو عملي ولا فورمال؟ ممكن تقولي هذا يعني كلاسيك بس في كده شويه تويست. ايوه في كده حركه بسيطه بس انه يعني ينفع الواحد يروح فيه في مكان لعمل مكتب. أيوة أيوة. مكتب ميتنج ايوه ما يعني ما حيكون مثار استغراب كده غريب. الفئه حقتنا تغيرت، كانت اول 15 ل 35 ودحين يعني مش تغيرت يعني تزودت عليها ممكن ل 35 الى 40. بعدين اظن الناس بدات تتعود على هذا النوع من الثياب، ما عاد شيء يعني اول كانوا يستغربوا الثوب الملون، دحين صاروا بيتقبلوه يمكن اكثر فاتسعت يعني كمان. بعدين الحين صار فكرة الديزاين وفكرة الكواليتي صارت لازم موجودة في يعني مجال الثياب، انه مش كفاية انه يكون بس ثوب عادي، لازم لا يكون خامة معينة، يكون ستايل معين. ايوه حتى في منه يعني هذا الثوب على شكل قميص، دخلنا في القمصان دحين كمان. طبعا لما سويت الفاشن شو في بريطانيا خلتني افكر اكثر واكثر، بدانا نعمل كولكشن قمصان دحين. شو موجودة هنا الصورة؟ ايوه موجودة. احنا الان رح نشوف الصورة. فطبعا انه الثياب دائما ما شاء الله يا حاتم، يعني دائما طبعا انت ضيف مفضل عندنا، فصرت من اهل البيت، تعرف انه متى نلعب الصور ومتى خلص صرت خبير تلفزيون. هاي بدينا نشوف الشيرت كولكشن. فالفكره انه دائما الكونسيبت بيكون من التوب. انا اول ببدا مع التوب وبعدين بكمل القمصان، فدائما الانسبريشن تجي من الثياب، كل شيء بيجي من التراديشن. اتمنى انه يعني القمصان تكون مميزه وفي نفس الوقت بسيطه، ممكن تتلبس مع كلاسيك زي ما انت شايفه هنا، وهذا كمان ممكن تلبس مع جينز. ايوه الفكره انه الواحد يقدر يعمل نوع من الميكسينج اند ماتشينج. في جاكيتات كمان سويناها فيها تطريز امبرويدري. حتى فكره انه بدله يعني كامله يعني. بالضبط. انت ركزت على فكره انه مش كل شيء بينعرض على الفاشن شو او في عرض الازياء هو نفس اللي بينعرض في المحل او الناس تستهلكه بشكل عام. هل عندك يعني بعض الافكار الجنونيه اللي حابب تشوف الناس تلبسها بس يمكن؟ والله الواحد ما بيكون عنده حدود في الكرياتيفيتي، خصوصا مع الرجالي ومع النسائي كمان اكثر. اكثر طبعا مع الرجالي لازم في حدود الواحد ما يقدر يتعداها. احنا نساعدكم. أيوه. على الجنون. أيوه. للاخر.
بس مع الفاشن شو اللي حلو فيه الواحد يقدر يكون عنده الفرصه انه يقدر يوري كل شيء بيوريه كريتيفلي في المحلات كوميرشال شيء ثاني. حاتم سريعا بس تعلق لي على هذا التوب اللي يعني الان بيعرضه محمد علشان بس الوقت حيداهمنا. طبعا هذا اللي هو الالتيميت اندوشين كونسبت، عندك تشاينيز ستايل امبرويدري وعربيك امبرويدري مع التوكسيدو كولر. ايوه ممكن تقولي هذا هو الاندوشين توب، هو هذا عندك يعني الامبرويدري على الكولر بيلخص يعني مجموعتك. بس طبعا كمان انت كل زباينك لازم يكونوا نحاف، يعني واحد عنده رقبه ما شاء الله ما صعب شوي. لا بالعكس مع التفصيل كان اي ويت بتزبط عليه. أوكي. ما في اي مشكله. بنشكرك طبعا على وجودك معنا. كان معنا طبعا في الاستوديو المصمم السعودي حاتم عقيل. شكرا حاتم.